البحث عن طعم طازج موثوق المصدر يقود ملايين الأمريكيين إلى هذه المظلات التي تمكنت من توفير الغذاء مباشرة من المزارع إلى المستهلكين. تقطع هذه المنتجات عشرات وربما مئات الأميال لتجد طريقها من قلب المزارع إلى أسواق المدن الأمريكية. ورثت هذه المزرعة عن والدي، أعمل فيها بشكل دائم أنا وزوجتي، أجمع المحصول وأبيعه مباشرة للزبائن في سوق المدينة. هنا مزرعة للخضروات، وفي الخارج مزرعة كبيرة للفاكهة. هذه المنتجات ذات جودة وطعم أفضل من تلك التي تباع في المحال التجارية. نواجه مشكلة الجفاف هذه السنة بشكل غير مسبوق، ما أثر على محصول الخوخ هذا، وأصبح حجم الثمرة صغيرا ويتطلب مجهودا وعملا أكثر. تسعى الإدارة الأمريكية لتخصيص 400 مليون دولار لدعم صغار ومتوسطي المنتجين في الريف الأمريكي عام 2025. 8000 سوق للمزارعين تنتشر في أنحاء الولايات المتحدة، وتشير إحصاءات وزارة الزراعة إلى أن 55% من الأمريكيين يفضلون شراء الغذاء المنتج محلياً. أعتقد أن منتجات المزارع الصغيرة أفضل جودة وكذلك صديقة للبيئة، ويمكن الحصول منها على ثمار وطعام نظيف. أفضل شراء الخضروات والفاكهة والبيض من هذا السوق. المنتجات هنا طازجة وليست مرتفعة الثمن للغاية، ولكن جودتها أفضل. وبحسب مؤشر دولار الرسمي، ستخسر المزارع نحو 40 مليارا من دخلها الصافي عام 2024، حيث ستحقق فقط نحو 116 مليار دولار. سجلنا ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، وبات الجفاف يمثل أكبر مخاوفنا. هذا العام تضررت معظم محاصيل المزارعين بسبب قلة الأمطار والحرارة، ولكننا نشجعهم على المشاركة في الأسواق للمساعدة في تعويض خسائرهم. في عالم أفضل كان يمكن للمزارع خفض السعر، لكن التضخم وارتفاع تكلفة النقل والتعبئة وغيرها يعيق ذلك ويشكل عبئا أيضا. نلاحظ إقبالا على شراء اللحوم والبيض من أسواق المزارعين على الرغم من ارتفاع سعرها مقارنة بالمحال، لذلك ندعو لمزيد من الدعم لصغار ومتوسطي المزارعين. تشكل الحقول المملوكة للعائلات الريفية 90% من الإنتاج الزراعي للولايات المتحدة، وهي تلعب دورا مهما في سوق العمل وتنمية المجتمع المحلي. أقام والدي هذا السوق عام 2001 لكي نتمكن من بيع منتجات مزرعتنا. نوظف بعض الطلاب الراغبين في العمل في العطلات من المنطقة المحيطة، ونعمل كذلك على تثقيف الجميع بأهمية أن يكونوا فاعلين في المزرعة، ونستقبل الزوار للاستمتاع بالمزرعة. نعتبر مزرعتنا متوسطة الإنتاج، لذلك نتعاون مع المزارعين المحليين ونعرض منتجاتهم للبيع في السوق. كما ترين هذه أجبان وألبان والبيض أيضا من إنتاج أحد صغار المزارعين في الجوار. ويعمل أكثر من 2.5% من الأمريكيين في صناعات مرتبطة بالزراعة والطعام، ما يعني أنها تشغل أكثر من 10% من إجمالي الموظفين الأمريكيين. يتطلع مئات الآلاف من المزارعين في الولايات المتحدة إلى الانتخابات الأمريكية، عسى أن تأتي بمن يحمل سياسات تدعمهم في ظل التحديات التي يعانون منها منذ سنوات. سارة نور الدين، الحرة، فيرجينيا.